ألو، أيوة يا دنيا، إزيك يا حبيبتي؟ الحمد لله يا ماما نجوى. كنت بسألك، مفيش شغل ليا قدامك؟ إيه، هو أنت مش رئيسة قسم قد الدنيا؟ إيه اللي حصل؟ قصدك كنت يا ماما نجوى. مقدرش أسمي اللي حصل مع دنيا غير إنه دنيا فعلا. الحكاية بدأت لما مدير دنيا في الشركة كلمها وقال لها: طبعا أنا مش ناسي إن أعزمكم على الفطار، بس السنة دي الظروف ملخبطة معايا حبتين لأن ماما تعبانة شوية، فأنا عزمك أنتي وبقية رؤساء الأقسام عندي أنا في البيت على الفطار عشان مش هعرف أسيبها لوحدها، ممكن يعني بعد الشر اللي قدر الله يحصل لها حاجة. انبسطت قوي دنيا بعزومة المدير، دي أول مرة تتعزم في الشغل بعد ما ترقت وبقت رئيسة قسم. وراحت دنيا الفطار هي وجوزها على الميعاد مظبوط، ومزاجها مظبوط، ولبسها مظبوط، بس الحاجة الوحيدة اللي ما كانتش مظبوطة إنها أخدت ولادها الصغيرين معاها، لأنها اكتشفت لما راحت إن كل زمايلها سابوا أطفالهم في البيت ما عدا هي. بس قالت: إيه المشكلة يعني؟ أنا أكيد هسيطر عليهم. إيه يعني؟ مش هيتشقوا خالص، أنا عارفة هسيطر عليهم، يعني هسيطر عليهم. وساعة الفطار دنيا خدت ولادها جنبها عشان تضمن إنهم ما يعملوش شقاوة، ما عارفاهم فرقين، يدوبك بس غابت عنهم ثانية واحدة تبل رئها بشوية مية، راحوا موقعين طبق الملوخية على السفرة، والسفرة اتغرقت ونزلت الملوخية واتدحلبت واستحلبت على بنطلون المدير. طبعا الملوخية مولعة ونزلت على جلده وحرقته، بس هو عمال يمسحها بهدوء وعامل نفسه ما حصلوش حاجة، وهو يعني بيتقطع من الوجع. واللي نزل على دنيا: أنا أسفة، أنا أسفة والله يا سيادة المدير. وجوزها يقول للولاده: ينفع اللي عملتوه ده؟ والمدير يقول لهم: لا 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 لا، ولا يهمكم، ما حصلش حاجة، حصل خير. وهو طبعا نفسه يعيط ويلطم كمان بس مش قادر، مدير بقى. خافت دنيا، خافت لولادها يعملوا مصايب تاني على السفرة، فرحت عاملة لهم طبقين وقالت لهم: اقعدوا قدام التلفزيون، دي قعدة كبار، فاهمين ولا لأ؟ العيال ما كملوش خمس دقايق يا مؤمن ومسكوا في بعض، وكل واحد عايز يتفرج على حاجة مختلفة. سيب، لا سيب، انت ضربتني ليه؟ ما انت اللي زقتني. وبيجروا ورا بعض وهوب هوب هوب، راحوا زقين التلفزيون، والتلفزيون نزل الدشدش يعني 50-60 حتة. والمدير سمع صوت الكسر، قال: يا رب يكون عمودي الفقري اللي اتكسر ولا يكون اللي في بالي. بس للأسف طلع اللي في باله. الراجل وقف قدام التلفزيون المكسور مصدوم ونفسه يصرخ زي نور الشريف في فيلم العار ويقول: شقى عمري، شقى عمري راح. ودنيا نفسها الدنيا تتشق وتبلعها، وعمالة تقول: أنا أسفة، أنا أسفة والله، أسفة والله يا سيادة المدير، دول كانوا قدام عيني والله. والمدير الدموع اللي محبوسة جوه عينيه ابتدت تتسرسب نقطة نقطة، وعمال يقول: لا لا لا، دول أطفال يعني، دول أحباب الله، ما لا يهمك. والوجع طلع من رجليه وسمع في قلبه. جوزها طبعا ما بقاش عارف يعمل إيه، مسك العيال رنهم حتة علقة في شقة الراجل عشان يبطلوا شقاوة، وصوت عياتهم بقى قد كده جاب العمارة والشارع. طبعا كل الموجودين اتوتروا من العياط ومن اللي بيحصل، والمدير راسم ابتسامة على وشه كأن مفيش حاجة حصلت، لا ملوخية اتدلقت ولا تلفزيون اتكسر، وهو من جواه بيلعن الفكرة وسفين الفكرة اللي خلته يعمل العزومة دي. دنيا حاولت تخلص من صوت عياتهم وقالت لهم: اسمعوا، تقعدوا على الكنبة دي ما تتحركوش منها، فاهمين ولا لا؟ والله والله عمري ما هاخدكم معايا في حتة تاني. ابنها الصغير قال لها: طب أنا بقى زهقين، أقعد بقى أعمل إيه؟ راحت مدياله الموبايل بتاعها وقالت له: خد الموبايل يا حبيبي، العب عليه وما اسمعش صوتك، فاهم ولا لا؟ ويا دوبك القعدة فكت شوية والمعزومين رجعوا يضحكوا تاني، والمدير نسي المرمطة اللي اتمرمطها، والدنيا ربيع والجو بديع وقفل على كل المواضيع على رأي سعاد حسني. فجأة سمعوا صوت إنذار جهاز التنفس الصناعي اللي متعلق لأم المدير، اترعبوا، سابوا اللي في إيديهم وراحوا جري على الأوضة اللي فيها أم المدير. المدير فتح الباب
لقى مامته مش قادرة تتنفس ودخلت في أزمة كبيرة وبتطلع في الروح ولسه بيشوف الجهاز ماله لا إنه مفصول عنه الفيشة. أتاري ابن دنيا الموبايل فصل منه شحن فشال فيشة جهاز التنفس عشان يشحن الموبايل. وكفاية كده مش هقدر أحكي لكم اللي حصل بعدها. أنتوا أكيد لاحظتوا إن دنيا بقت عواطلية خالص خالص. قلت لدنيا اسمعي يا دنيا ما ينفعش خالص اللي انت عملتيه ده. الأطفال ناخدهم لو معزومين عند قرايبنا وحبايبنا هناك هيلاقوا أطفال زيهم وكلهم هيهيصوا مع بعض، إنما غير كده ما ينفعش ناخدهم أي عزومة إلا لو تعزموا معانا. وفي العزومات الرسمية لازم نسأل هو مسموح الأطفال ولا لأ. لو مش مسموح يا إما بنشوف حد يقعد معاهم لحد ما نرجع أو نعتذر خالص عن العزومة منعا للكوارث بس كده. عموما حصل خير. يلا.